تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله بضرورة توفير بيانات حول المؤهل العلمي لمواطنين إمارة الشارقة الحاصلين على مستوى تعليمي أكثر من الثانوية العامة. تقوم دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بتنفيذ مسح التعليم المستدام والذي يهدف إلى جمع بيانات تفصيلية حول التخصص وحول سنة التخرج والجهة التي تخرج منها الفرد، وأيضا رغبته في استكمال التعليم وما هي التسهيلات التي يحتاجها لاستكمال التعليم. وبموجب ذلك أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية رسائل نصية تجاوز عددها 24,000 رسالة نصية تم توجيهها لأرباب الأسر المسجلة أرقام هواتفهم لدى دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية. وندعو أرباب الأسر إلى التفاعل معنا في هذا الاستبيان وتعبئته قبل 9 يونيو تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يسعى إلى توفير فرص تعليمية أعلى لمواطني الإمارة، وبالتالي ينعكس ذلك على مستوى معيشتهم.